إذن هناك رد راح يحصل خلاص، والرد سيكون إيرانيا بامتياز، كما وعدتك في الحلقات السابقة وقلت لك أستاذ نجم أن الرد سيكون إيرانيا بامتياز. حسان أثق بما تقوله، هالمرة هم انطيني هم انطيني انطيني خاص، الرد سيكون في العراق. لا لا لا، لم يكن في العراق، سيكون على الكيان الصهيوني وأهداف مهمة ستود 80 هدف حدد اليوم أحد القادة في الحرس الثوري قال حددنا 80 هدف في الكيان الصهيوني، إذن الضربة ستأتي لكن التوقيت. إذن إذا الضربة ستأتي وأنتم تجاوزتم الوعد الصادق، تجاوزتم ضربة بضربة، إذا ما ردت هذه المرة إيران، هل نفهم أن إيران دخلت الحرب بشكل مباشر؟ الكيان الصهيوني يريد حرب شاملة طبعا. أي إيران تريد أن تؤدب هذا الكيان أن لا يتجرأ ويقصف في إيران أو يعتدي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تعرف إيران كانت هي ردود. طيب. فعلى الكيان الصهيوني أن يمتنع، لا أن على إيران أن لا تمتنع. قبل أن أنتقل للسيد سربس أريد منك إجابة سريعة. 80 هدف حددتها القيادة القوات العسكرية الإيرانية للضرب داخل العمق الإسرائيلي، وقد سبقتها بالقول أننا قبل الضرب حذرنا من أسلحة استراتيجية إيرانية. الآن جاء وقت الضربة المقبلة، سوف تستخدم هذه الأسلحة التي تصفها بالخطيرة؟ طبعا قلت لك يعني الآن الإخوة يدرسون في القيادة العامة للقوات المسلحة يدرسون يعني ما حصل بالضبط. إذا كانت الأهداف بسيطة ستكون ردود عادية على مستوى الوعد الصادق 2 أو ربما شوية أكثر، لأنه اعتداء ب100 طائرة، وبنفس الوقت تأديب الكيان الصهيوني وأمريكا لأنهم أساؤوا للعراق. طيب. لأنه هذا يهم إيران، يهمها سيادة العراق وحفظ سيادته وقوته، و لا يستغلوا ضعفه ولا يستغلوا وجودهم في العراق لهذه الإحراجات التي أقاموها ضد العراق وضد المقاومة وضد الشعب العراقي. أنا أعتقد سيكون ردين هذه المرة.